اصله لقاء دي طول عمرها عنيده، ولما تحط حاجه في دماغها يلا السلامه لازم تنفذها. دي مراتي وانا عارفها. مالك يا جمال؟ لا ابدا ولا حاجه، اصلي حسيت اني دوخت فجاه. سلامتك الف سلامه. هي الحاله دي بتحصل لك كتير؟ لا اول مره. كمان لو انت تعبان قوي في مستشفى اول الشارع قريبه هنا، ممكن نطمن عليك ونرجع. لا لا الموضوع مش كبير قوي يعني، انا بقيت كويس. طب يا ريت لما والدتك تخرج من المستشفى تبلغنا عشان جدي يجيبها على طول. لا 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 انسى الموضوع ده. ننسى ازاي يا كمال؟ انت وافقت خلاص؟ راجعت نفسي تاني. ما تقلقش يا حاج، انا لو احتجت اي حاجه مش هتكسف منك، هقول لك على طول. عن اذنكم. نورتني يا كمال، بيتك في اي وقت. يظهر انه راجع نفسه تاني لما لقى الموضوع يمس كرامته. رجع في كلامه. ما كنتش اعرف ان الاستاذ نجيب محفوظ بيكتب حلو قوي كده. وانت بتقرا ايه يا وحيد؟ الحرافيش. الله، توصلت للحرافيش يا وحيد؟ برافو عليك. انت عارف ان الرواية دي من اكتر روايات نجيب محفوظ اللي عبرت عن طبقة المهمشين اللي هم الغلابة يعني. بحس انه بيتكلم عن مشاكل الناس كأنه عايشها. بيوصف الظلم بطريقة تخليك تحس انه بيتكلم عنك. لا يتكلم عنك انت، انا عن نفسي باخد حق بايدي. ما علينا، بس شفت يا وحيد الحرافيش ازاي قدروا يحولوا هزيمتهم وخوفهم لانتصار في النهاية؟ لما بقوا ايد واحدة، لما نظموا نفسهم ضد عدوهم. صح يا وحيد، معنى كده ان الظالم مهما بلغ من جبروت هزيمته مش صعبة. انت مثلا يا وحيد، والظلم اللي بتتعرض ليه في البيت ده، تقدر بشوية تفكير تنظم قوتك وتاخد حقك بإيدك. اخد حقي بإيدي؟ انت بس فكر وتخلص من الخوف اللي جواك وهتلاقي الحكاية سهلة. حالة في قلبك؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ مالك اللقاء فيه ايه؟ فين مودك ابو سمنة وعسل ده الجميل اللي بشوفه منك دايما؟ معلش يا جد، عندي شوية صداع. ألف سلام عليك يا حبيبتي. هجيب لك اسبرين واجي لك بسرعة؟ تهيألي لو فضلت لوحدي شوية هيروح. اوكي يا حبيبتي، اوكي. الجو حلو قوي النهاردة. مقالة جديدة دي ولا ايه؟ ايهما افضل، العدل او الجود؟ ايهاب قرا الكلام ده في الكشكول عندي. بالطبع العدل افضل من الجود. العدل قانون يسري على الجميع، وبذلك هو يحفظ للانسان كرامته ويتساوى أمام الجميع. أما الجود فإنه يتوقف على شخصية مانح هذا الجود ومزاجه. هل سيجرح مشاعر ويؤذي كرامة من يجود عليه أم لا؟
عجبتك المقالة يا وحيد ولا ايه؟ جدا. قلت رايح من الاقتصاد والسياسة شوية يا سيدي. على فكرة العنوان ده انت واخده من الكشكول عندي. انا مبسوط قوي، حاسس ان عملت حاجة ومبسوط اكتر. استنى استنى، وانا اقول انا خدت العنوان الجميل ده منين؟ هو انت اللي كاتبه وحيد ولا ايه؟ انا اللي نقله. نقله؟ بس انت ما قلتليش قبل كده انك نقله. المهم ان المقال عجبك. جدا. كنت لسه بقول ان المقال اثبت لي اني كنت فاهمك غلط. كنت فاكر ان انت كنت فاكر ان ايه يا وحيد؟ مش مهم. المهم ان انت كاتب نفس كلام اللي قايله الامام علي. الامام علي مين؟ الامام علي بن ابي طالب. الامام علي بن ابي طالب كاتب نفس الكلام بتاعي انا؟ لا، انت اللي كاتب نفس الكلام بتاعه. الكلام ده مكتوب فين يا وحيد؟ مكتوب في كتاب هنا، انا اللي حطه. نهج البلاغة للامام علي بن ابي طالب. فين الكلام اللي بتقول عليه ده؟ صفحة 80 السطر العاشر. وسئل رضي الله عنه أيهما أفضل، العدل أو الجود؟ فقال رضي الله عنه: العدل يضع الأمور في مواضعها، والجود يخرجها من جهتها، والعدل سائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما وأفضلهما، ولكن الناس أعداء ما جهلوا. نفس المعنى اللي انت قايله. انت جبت الكتاب ده منين يا وحيد؟ انت اللي اديتهولي. انا؟ صاحبك كان هنا واداهولك، وبعد ما مشي انت اديتهولي. وإيه اللي جاب الكتاب ده المكتبة هنا يا وحيد؟ بعد ما خلصته لقيته مهم، قلت رجعه عشان تقراه. طب روح انت دلوقتي يا وحيد، يلا روح. اقراه، هينفعك. من قلبك دي ولا ايه يا مدام لقاء؟ جميل جدا. والله ده انت عسل. ده جميل جدا عشان شفناك يعني النهارده. ميرسي يا استاذ يوسف. عفوا. بقول ما تفرجينا كده يعني، ناخد فكره يعني البدل والشريطه والمناطيل والحاجات اللي عندك دي. يا سلام، فكره كده. ده انت تؤمرني، وخصوصا المناطيل، هجيب لك بنطلون حلو قوي. الحمد لله يا عسل. اتفضل. ممكن تدخل تقيس عشان اشوف؟ ايه رايك فيه؟ لا 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 لا، رايي ايه؟ رايي ايه؟ هو في راي بعد راي؟ انا هنا ومن هنا ورايح، مش عايز اسمع كلمه راي، انا عايز اسمع كلمه واحده بس. تحب تسمع ايه؟ خد والبس. لؤي، ايه قولك في التنجيده دي؟ تجنن يا حاج. مش هروك. تجنن ايه؟ ايه 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 يا حاج؟ ايه؟ يوسف، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت اللي هنا من امتى؟ الله، انت جاي ليه؟ ده انا قلت ان انتوا جايين مع بعض، ويوسف كان بيركن تحت، فقلت اكيد ده هيبقى يوم جميل قوي ان انتوا شرفتوني سوا. الله، يعني انت عشان كده قلت انه يوم
هو عشان كده؟ ايه ده وايه اللي معاك ده؟ ايه دي من اهلي عشان قياسها. لا انا هاخدها ليا دي. الله ما انت خدت واحده ايه؟ معلش انا عايز دي بقى. اشمعنى دي؟ اشمعنى؟ غتاتة. ما انت عندك دليل ايه اللي جابك دلوقتي عند الوقت؟ اما ايه يا جدع؟ ده تكتيل عليك وعلى خلفك. بقول لك ايه؟ ما تشتمش ابويا، بقول لك اهو. قول لي يا بنت فين؟ انت رايح فين دلوقتي؟ دلوقتي انا هطلع على ندى. طيب لما انت رايح لندى، ايه اللي جابك عند الوقت؟ ما انت رايح فين يا حاج؟ انا رايح عند دليل. اتفضل يا حاج. صباح الخير يا أمو دلال. صباح الخيبة والويبة. صباح الحسرة بصرة. يعني ايه الحسرة بصرة يما؟ يعني عين أمك خربتيها وقعدتي على تلاها. أهو الراجل يا أختي صدر لك الطرش. مين اللي حاجي لنا على الصبح ده؟ أنا عارفة. يا أختي مين؟ أنا أمبارح. ليك يا ست اللي عملته دلال ده؟ معلش يا اخويا، البنت خدت على خاطرها، اكمنك يعني سبتها ومشيت؟ دي بتموت فيك يا حاج والله. ده اسمه كلام. امال هي فين مش شايفها؟ هي في اوضتها يا اخويا. صحيح ولا نايمة؟ لا باينها صحية، شوفها كده. انا ما احبش اخش عليها وانا شايل حاجة بايدي الشمال. اللهم اجعلنا من اهل اليمين. يا رب. يا ساتر. تعرف يا اخويا من اهل اليمين. حلو. ايه الموقف الجامد ده؟ ايه يا دلال؟ يا سلام. دلوقتي انت اللي زعلانه ولا انا اللي زعلان؟ طيب معاك عليا ما تزعليش. بصي كل الحاجات يا حبيبتي اللي انت طلبتيها انا جبتها لك. مبروك عليك. صحيح. يا سلام. ليه اصلا؟ انا مش فاهم ليه ايهاب عمل كده. هو زعل ليه؟ طبيعي انه يفرح. انا كده بدات اقلق. ايه رايك يا حسون؟ اخبار الصبر ايه؟ صبر ايه؟ انت مش بتقول فيه صبر كده وصبر كده؟ صبر كده؟ صبر صبران. صبر على ما تكره وصبر عما تحب. ايوه هي عما تحب دي. انا فعلا صابر. بس خلاص يا حسونة، نويت احط حد للصبر ده. تعرفي يا دولي انا عندي ليكي خبر هيخليكي تطيري من الفرح طير. صحيح يا سيسو؟ ايه يا ترى؟ انا ان شاء الله هاخدك تعيشي معايا في الفيلا. بجد يا حاج؟ بجد ان شاء الله. ربنا يخليك ليا وما يحرمني منك ابدا. بقول لك ايه يا حاج؟ انا سمعت كده يا اخويا ان الفيلا شرحه وبرحه وتسعمل حبايب الف. ما تخلي امي تيجي تعيش معايا. امك؟ انت وامك في الفيلا؟ طب وليه لا؟ طب والله ما ممكن. يا اختي يا سيسو يا عسل يا سكر زياده. انت قول لي بقى هنروح الفيلا امتى؟ بقول الله اول ما ترجع الولايه ام كمال. انا عايزها تخش على البيت تلاقيك انت وامك في وشها على طول كده لطعه قدامها كده. لطعه؟ طب ليه يا حاج؟ اصل الولايه دي مش نازله لي منظور، انا مش طايقها. ف
فانا عايزه تشوفك انت وامك وفي الفيلا يحصل لها غمه ان شاء الله. عايزكم تلعبوها على الشناكل. نلعبها. صدقني خلاص ما عادش ينفع يا جمال. بتتصل بيا كتير ليه؟ نفسي ارد عليها لكن لا الحاجه جايه دي راجل صاحب واجب وما ينفعش اخونه. طب ما يمكن تكون عايزه حاجه. انا مش عارف. اي وود لا يا عم ما تسيبك من الدكشنري اللي في ايدك ده وتركز معايا. معاك انا عايزك تخلي ابوك يرجع لي شغلي. خليه يكلم الناس صحاب الجرنان وافرض مرديش. اقول له مش لازم اعمل معاه اكشن زي كمال يعني عشان ينفذ اللي انا عايزه. انت عايزني ابلغه بالكلام ده؟ طبعا بلغه وفهمه ان كمال نفذ اللي في دماغه لما وقف قصاده وعمل له مشاكل. انا لغايه دلوقتي ما عملتش اي مشاكل واحسن له ان احنا نفضل حلوين مع بعض بدل بقى ما نضم الوحيد وكمال. على فكره انت بتقول كلام كبير قوي ولو بلغته لابوك ابوك هيحطك في دماغه ويتعصب. بير اوف يا عم. هيعمل ايه اكتر من اللي هو عامله فيا؟ انا عايزك تفهم يا يوسف ان افضل له ان احنا نبقى كويسين مع بعض. ماشي يا سيدي بس على الله بقى ما ترجعش بعد كده تقول ما قلتش. اي وونت. بالمناسبه يا يوسف انا عمري ما قلت حاجه ورجعت فيها لاني عارف انا بقول ايه. خليك في اللي انت فيه عن اذنك. خلاص بس انت كده اللي جبته لنفسك. كومن بوي. ايه ده؟ ازيك يا وحيد؟ اهو حبيبي الجالك اهو. هسيبكم بقى تقعدوا مع بعض تتكلموا كلمتين على انفراد عبال ما انا اروح اعرف من الدكتور هنخرج امتى ان شاء الله. سلام. براحتك انت. سلام. ازيك يا امي؟ عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا ابوي. الله طلع منك حلوه قوي كلمه يا ابني. هو انت كنت تعرفي امي؟ ايه اللي اعرفها يا ابني؟ طبعا الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها. جت من السفر عليا في شقه السيده قعدت معايا كده يجي اسبوع وجابتك معاها يا ابني. وابوك الله لا يسامحه ما رضاش ابدا يعترف بيك. طب هي كانت طيبه وبتصدق كل الناس بسرعه زي كده؟ تمام زيك يا ابني. وهي دي كانت مشكلتها انها امنت لسيد وصدقته وعملته انها مراته بالورقة اللي كتبها لها. لكن هو اقول لك ايه عليه بس يا ابني؟ انا عارفه كويس. راجل ظالم ومستقوي بفلوسه. ربنا اكبر من الكل يا ابني. ونعم بالله. بس هي كانت على نيتها اكيد على نيتها. امال انا جبت اللي انا فيه ده كله منين؟ عارف يا حاجه ساعات بصدق فعلا ان انا مش ابنه لان مفيش اي شبه بيني وبينه. لا يا ابني انا مصدقه. انا اللي شفت امك الله يرحمها ست كانت اميره وطيبه لا لها في اللوع ولا بغيره. حبيته واخلصت له لكن هو خسيس رماها. ما واجهناه الا كنت شارب ومش داريان بنفسي. انا لو عليا كنت سبت الفيلا
بس انا مش عايز اعمل كده عشانها هي. لا خلي قلبك على قلب كمال، ملكوش الا بعض، وباذن الله ربنا هينصركم. تعبتك معايا بالرغي الكتير، مش عايزة اي حاجة اعملها لك لغاية ما يجي كمال. تسلم وتعيش يا دنايا، قعدتك معايا بالدنيا كلها. ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة ويبارك لك في كمال. وحشنا يا قط. يا راجل. ايه؟ مش مصدقني ولا ايه؟ اصل شكلك كده زهقت مني، منفضلي او بتحط بعيد عني. لا دي ولا دي. كل الحكاية بس ان انا عندي شوية شغل كده اليومين دول واخدني يعني. ربنا يعينك. بقولك ايه؟ تيجوا شوية كده. ماليش مزاج. الله. مالك يا شوشو؟ انت مصدرة لي الوش الخشب ليه من ساعة ما جيت؟ اصل بصراحة كده انا عندي مشكلة وانت منفض لي مش لاقيك. عايزة فلوس. عايزة فلوس، عندك حق. على فكرة عندك حق. انا فعلا مقصر معاك اليومين دول. اقول لك على حاجة؟ لا خد، خد يوم كلهم خلاص. خلي فلوسك معاك، انا مش عايزه فلوس. ايه شوشو؟ شوشو شوشو مش عايزه فلوس. الله، ده تبقى القطه كده كانت عيالها. الله، ده مش بعيد النهارده يزعوها في البرامج بتاعت بالليل اللي بيقولوا فيها الكلام حيث ان اذا انه لم يريد. ايه يا بنت مالك انت متنحلي كده ليه؟ ممكن نتكلم جد شويه؟ مع انها مش عوايدة بس ماشي نتكلم. قولي، هو احنا هنتجوز امتى؟ ايه 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 سمعاني تاني كده وحياة والدك. ايه اشمعنى يعني سمعك تقل قوي؟ بقول لك هنتجوز امتى؟ اصل الاسطوارة دي بقالي كتير قوي ما سمعتهاش من ساعة ما الشرخت وقلت مش هتدور لي تاني. هو انا ما كنتش ناوية اقولها بس في ظروف جدت. ما هو كل مرة بيبقى في ظروف جدت. المرة دي غير كل مرة. اه غير كل مرة. غيرها في ايه بقى؟ انا حامل. حامل ايه؟ حامل حامل ازاي يعني؟ حامل اتاكدت ازاي يعني انك حامل؟ كلمت نهى وجت معايا عند الدكتور وعملنا تحاليل. آه, 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 اه ده انت ونهى بقيتوا اصحاب بقى؟ ايوه. طيب بسيطه يعني خلاص ينزل. لا مش هنزله. سمعيني كده عشان ما سمعتش. مش هنزله. هو ايه ده اللي مش هينزل يا بنت؟ انت هتضربني يا يوسف؟ هضربك واقتلك كمان واتويك في اي حته. زي اي كلبه. ما حدش يعرف لك طريق جره. خلاص خلاص يا يوسف انا تحت امرك، هعمل اللي انت عايزه. هديكي فرصه بكره. بكره. حاضر. بعد بكره تكلميني تقولي لي انا سقطت. فاهمه ولا مش فاهمه؟ انا ما اقدرش اجي قبل اهلي كريم لان مش مقتنع بفكره الجواز. يعني ايه مش مقتنع؟ امال بحبك يا ريم وبموت فيك يا ريم وما اقدرش استغنى عنك يا ريم، كل الكلام ده ايه؟ انا ما انكرش اني بحبك وما اقدرش استغنى عن وجودك في حياتي، لكن انا ضد فكره الجواز اصلا. ولا الحب يكمل ازاي؟ مش لازم جواز وبيت وعيله واولاد؟ هو ده اصل الحياه. الجواز ده طوق بيتلف حوالين رقابينا عشان يخنقنا وبس، لان الجواز ضد فكره الحب. انت معقد. ايوه انا متاكده انك معقد. انا مش معقد يا ريم، كل الحكايه ان تفكيري اعلى من استيعابك. ببساطه انت مش فاهماني. لا انا فاهمك كويس جدا. انت بقى اللي مش قادر تفهم ان الدنيا دي فيها عادات وتقاليد ودين احنا بننفذ نصوصه. انت تتخيل كل ده رجعيه وتخلف مش كده؟ انا كل اللي افهمه الانسانيات وبس. عارفه ليه يا ريم؟ لان دي اشياء ماديه ملموسه نقدر نعبر. ايهاب خلاص مش هندخل في جدال ملهوش نهايه. من اللحظه دي انت في طريق وانا في طريق. ريم تخلفها بس بحبها.
صباح الخير يا جنى. صباح النور. جنى انت مش ملاحظه ان طريقتك اتغيرت معايا؟ لا مش ملاحظه. انا مش بكلمك. في ايه يا وحيد؟ لما اتكلمك تبطلي شغل وتسمعيني كويس. عايز ايه يا وحيد؟ عايز ايه؟ مش عايز حاجة. امشي. حتى انت يا جنة بتتعاملي معايا وحش. كنت بتستنيني على السور وتقعدي تبسبسيلي، دلوقتي اتغيرتي. بس انت وحيد تلاقيك زعلتها وناسي. انا لازم اسيبها براحتها، مش ناقصه خانقه. ان شاء الله كل حاجه بكره هتبان. يعني هي نوها راحت بصحيح لشوشو وتاكدت من حكايه ان شوشو حامل دي؟ ايوه يا يوسف، وانا قلت لك قبل كده نوها لا يمكن تكذب عليا. طب بقول لك ايه؟ كده بقى كده احنا عايزين نوها تروح مع شوشو مشوار الدكتور ده عشان تنجز. عيون يا جو، انت تؤمر. شكرين يا حبيبي. طب هو كان في حاجة تانية كده أنا كنت عايز أسألك عليها. خير. فاكر أنت الموضوع اللي كنت حكيت لي عنه اللي هو بتاع الدول اللي هي الكبيرة، البلاد الكبيرة دي اللي بيدوا فيها الشهادة العالية دي؟ الدكتوراه. أيوه الدكتوراه. إيه إيه بقى إيه؟ الكلام ده بيحصل في رومانيا وفي اليونان. إيه؟ وانت عايز تضرب شهاده ولا ايه يا جو؟ لا لا لا، شهاده ايه نضرب ايه؟ ده واحد معرفه، فلما قصدني فانا قلت له لا ده ايهاب بقى يعني ما شاء الله كده حاجه عنده، ده بص حتى الكتب اللي عندك يعني اللهم صل على النبي يعني، فقلت له يفيدنا هو في الحكايه دي. عموما في ناس بتعمل الحكايه دي بس بياخدوا فلوس كتير قوي. جاهز يدفع. ده هو جاهز يدفع، ده هو اصله محتاجها قوي قوي. عملت ايه في الموضوع بتاعي؟ كلمت الحاج؟ لا عينينا صح، بس انت ما تبقاش تكتب عنه تاني بقى، ما تديوش لازمه يا سيدي. وماله؟ احنا ما وراناش غيره يعني ولا ايه؟ طب اقول لك ايه، هم بيدفعوا كام في موضوع الشهاده دي عشان اقول له؟ الحمد لله على السلامه، نورت البيت. اتفضلي على اوضتك عشان تستريحي. شاكرين قوي على ذوقك يا صنطه. ايه يا كيمو اللي انت بتقوله ده؟ احنا اخوات. مش هوصيك على ماما حاجه فردوس. اخسى عليك يا كمان، برضه هتوصيني عليها؟ دي في عينيا الاثنين يا ابني. انا عندي شغلانه في شرم كمان كام يوم كده، هسيب ماما امانه في رقبتكم. تروح وترجع بالف سلامه، حط ببطنك بطيخه صيفي ولا يهمك. ما تقلقش انت خالص، روح شوف شغلك وطنط في عينينا هنا. الحمد لله على السلامه يا حاجه. الله يسلمك يا وحيد. مش احنا اتفقنا هتقولي ياما او يا ماما؟ الله، وانا رحت فين يا حاجه سعاد؟ ولا انت زهقت مني يا وحيد؟ انا نزهق منك يا دوسه. شفت كيمو؟ انت عندك ام واحده وانا عندي اتنين. وانا مامتك الثالثه يا وحيد صح؟ طب تعال يلا يا حاج، يلا عشان تخش ترتاح. يلا يا حاج. ابسط يا عم، بقى عندك ثلاث امهات. الا قول لي انت بتاخد الدواء في مواعيده ولا لا؟ كله الا الدواء. انا نفسي اخف، ادعي لي يا كيمو. على فكره يا وحيد، السرع والحاجات دي بقى علاجها سهل جدا، المهم انك انت تاخد الدواء في مواعيده. المهم الخوف اللي جوايا لما بشوفه. الخوف ده وحيد علاجه عندك انت بس. هسافر على اول الاسبوع اللي جاي شرم الشيخ. شرم الشيخ؟ الله، ايه السفريه المفاجاه دي؟ في محلين جداد هيفتحوا، عايزه اروح اعمل ديل معاهم وارتب لهم شغل من عندي. عايز تيجي معايا؟
لا اجي معاكي فين؟ ما ينفعش، انا عندي الاسبوع ده زحمه شغل جامده قوي. ما تاجليها اسبوع ولا حاجه ونروح مع بعض. لا مش هينفع خالص، انا خلاص اتفقت مع الناس. ما تاجلي المواعيد دي. مش هينفع. طب بقول لك يا لطاء، ما تاخدي البنت يارا معاكي احسن. يارا واقفه المحل يعني ولا ايه؟ جت فيه ايه؟ مالك فيه؟ انت خايف عليا ولا ايه؟ اه طبعا يا حبيبتي لازم اخاف عليكي. ما انا خايف على مين؟ ايه يا جت؟ انت بتغير عليا ولا ايه؟ اغير؟ في حد يبقى مراته بالجمال ده وما يغيرش عليها؟ معلش يا جت، شويه شغل وهيخلصوا، وهو بالمره اقعد مع نفسي شويه عشان محتاجه ابقى لوحدي. الا قول لي اخبار كمال ومامته ايه؟ رجعوا الفيلا ولا لسه؟ اه رجعوا. ومفيش جديد؟ لا لسه. يعني ايه؟ خلاص هي خلصت على كده ولا ايه؟ قصدك ايه؟ يعني انت قعدت تخطط وتدبر عشان تخلوا الفيلا، وايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه؟ لا ما حصلش حاجه، هيحصل. ومالك واثق في نفسك كده ليه؟ طول ما الكبريت جنب الجاز بيت سيد الدقاق لازم يولع. دي بقى القمر سمر، يا حبيبة قلب أبوها. يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي، الحاج قال لي إنك حلوة بس ما قاليش إنك أمورة قوي كده. عارفة لو في حد مفروض أغير منه يبقى غير منك أنت، من كتر ما الحاج بيحب. بس أنا مش هغير منك، أنا هحبك زيه بالظبط. وأنا طبعاً مش هقدم لك أبو طويلة الأستاذ يوسف. طبعاً ده أخويا، ربنا يا رب يوفقه ونفرح بيه. قال لي ناوي تعملها إمتى يا يوسف؟ لا انا لسه ما نويتش. انا قريب ان شاء الله. وده المثقف الاستاذ ايهاب. اهلا وسهلا يا استاذ ايهاب. الحاج بيقول انك مغلبه بس بيحبك. يعمل ايه؟ بقول لك ايه، وانا جايه انا والحاج قعدت ازن عليه عشان يرجعوك الجورنال، وفعلا كلمهم ورجعوك. الف مبروك. ما تيجي حاجه فردوس واقفه بعيد ليه؟ لا ابدا، مبروك يا عروسه. الحاجة فردوس بركة الفيلا وبركة الحاج وبركة البيت كله، ربنا ما يحرمنا منك يا رب. ولا منك يا حبيبتي، خدي بالك من الحاج. أخد بالي منه بس، ده في عينيا من جوه. طب بالإذن بقى، تعالي عروسة فرجك على أوضتك. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. وحيد سيد الدقاق مرمطون البيت وخدام الكل. اتفضل يا ست. انا ابن سيد الدقاق. اتفضلي يا ست البنات. ادخل برجلي اليمين يا حاج. يا بنتي خش باي رجل، ان شاء الله برجلك التالتة. خش خش. ده ايه ده؟ بس بسم الله ما شاء الله. انا ما كانش في دماغي انك تبقي جامده قوي كده وتطلعي بنت جنيه بصحيح. عجبتك يا حاج؟ ايه اللي عجبتيني؟ ده انا قلت عطلوسي مش هتحفظي الكلمتين اللي انا قلتهم لك. ده انت حفظتيهم ووضبتيهم وخيشتي عليهم يا عروسه. اي خدمه، من سواقيني يا ماما، اوان يا ماما، دارسي هياخدني بالسلامه يا ماما. ده انا ربنا كرمني في حياتي معاكي يا ست البنات. يخليك ليا يا حاج. بقول لك ايه، هي المخفيه ام كمال وابنها فين؟ ما هي دي تلاقيها اتدارت في الاوضه هي وابنها. ده انا يا حاج همسح لك بيها البلاط، بس تستنى عليا. لا بالراحه بالراحه شويه، استني لما امك تيجي عشان تبقوا زي راية وسكينه وتمسحوا البلاط بكل اللي حوالينا. تأمرني يا سيدي وتاج راسي. بقول لك ايه يا حاج، بلاش حكايه سيدي وتاج راسي دي، ده انت دلوقتي مرات الحاج سيد دقاق. أمورينا يا ست البنات. في واحدة كده قريبتي غلبانة كانت بتشتغل سكرتيرة ومش مرتاحة في شغلها، ينفع أجيبها شغلها مكاني عندك؟ يا سلام، ده أنتي أحلامك أوامر يا ست البنات. ما تسمعيني زوقيني يا ماما بقى. حبيبي يا حاج عيني. ما تسوقيني يا ماما، أواني يا ماما، دارسي هياخدني بالسلامة يا ماما. نعم. عايزه كام؟ زي ما بقول لك كده، ربع مليون جنيه. ربع مليون جنيه في عينها الجبانه. والله قالت لي كده يا يوسف لما نهى جابتها، قالت لي بالحرف الواحد مش هنزل اللي ببطني الا لما يوسف يديني المبلغ ده. اعلى مفخله تركبها على النهايه. بس ممكن تعمل لك شوشره يا جو.
خصوصا ان انا سامع يعني ان انت ناوي تخطب بنت سياده الوزير. ايه هي بقى اللي هتمنعني ولا ايه؟ لا هي ممكن تعمل حكايه، البنت ما صدقت مسكت عظمه يا يوسف. بقول لك ايه يا عم ايهاب، بلغ البنت دي ان الهرتله اللي هي بتقولها دي لو طلعت براك انت ونوها انا هنسفها من على وش الارض. انا اسف. ماشي 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 يا عم ايهاب. يا عم هبلغها. ماشي يا عم. بقول لك ايه، بلغها ولا ما تبلغهاش؟ يلا بينا. أحدث حاجة اخترعها اخواتنا الصينيين يا حاج. بطارية محمول. مش بالظبط يا حاج. امال ايه بقى؟ ده بقى يا سيدي جهاز تسلط. الجهاز ده بيتحط فيه هنا شريحة موبايل، شريحة محمول من اللي احنا بنستعملها، وتقفل عليه كده وتسيبه في اي حتة وتتصل بيه من اي حته من تليفونك حتى وانت بعيد. الجهاز العفريت ده ينقل لك اي كلام بيتقال في المكان اللي موجود فيه. لا اله الا الله، انا اول مره اسمع عن الحكايه دي. عشان ما نزلش عندنا، بس كوكو صاحبتي، كوكو صاحبي بعتهولي. كوكو صاحبك الصيني. ايوه الصيني يا حاج. وانا بفكر بقى ان احنا نبقى الوكلاء بتوعه. حيلك حيلك. وكلة ايه يا ابني؟ الحاجات دي ممنوعة في مصر هنا. ممنوعة مين يا حاج؟ ممنوعة مين؟ واحنا برضو علينا الكلام ده، ده الحكومة في جيبك. بمناسبة الحكومة، أنت عامل إيه مع البت بنت الوزير؟ والله يا حاج ما كلمتهاش من ساعة ما خدتها خرجتها وفسحتها، مش عايز أكلمها عشان ما بقاش خفيف يعني. خفيف إيه وتقيل إيه؟ بقول لك إيه؟ أما أكون معاك طير ما تسيبوش لوحده كده. أنت حوم حواليه وافضل جنبيها. حط عينك عليها، خصوصا انت لسه يعني بتاكتك وكده. الله الله عليك يا خبرة السنين والحنين والأنين. ده انا قلت انك نسيتني يا جو. لا ولا اقدر برضو، ما اقدرش يا باشا. انا بس كل الحكاية اصل انا بصراحة راجل شعبي، شعبي مش يعني مقفل ودماغي مصديه، انما حكايه ان احنا نبقى يعني متصاحبين دي وبوي فريند وبتاع ما ياكلش انا معايا الكلام ده. يعني صراحة. ايه مش فاهمه؟ يعني انا احب كده الخروجه تبقى شرعي. يعني ايه؟ فهمني قصدك. يعني لو احنا دلوقتي متجوزين مثلا ولا مخطوبين حتى يبقى ليها طعم تاني. عاوز تتجوزني يا جو؟ وهعمل لك اللي انت تأمري بيه، اللي بتحلمي بيه واللي ما تحلميش بيه هجيبه لك تحت رجليك دي. اي نو بيبي، بس احنا لسه ما نعرفش بعض كويس. طب وماله؟ ما نتخطب رسمي وساعتها كل واحد هيبان على حقيقته حلو. كلامك حلو قوي، قول لي بقى انت درست ايه؟ درست تجاره حسابات، ورحت بقى بعد كده الحاج بعتني على رومانيا، خدت من هناك الشهادة اللي هي الكبيرة دي
بس بيني وبينك بعد كل ما أنا يعني كل الدراسة والبتاع لقيت كل ده في الهجايس. هجايس؟ اه طبعا هجايس. والله هو الكلام يعني اللي بيدولك في الشهادة ده هو اللي بيعلمك تبقي ناصحة ازاي ولا تركبي السوق ازاي وتتملكي منه. وبعدين اقول لك على حاجة، مش انت تسمعي عن أوناسيس؟ اه طبعا. اه أوناسيس ده كان اغنى واحد في العالم اهو. طب ايه رأيك بقى ان هم بيقولوا عليه ان هو ما كملش تالتة اعدادي؟ كلامك بجد حلو قوي. انت عارف انا بستمتع وانا بتكلم معاك يا يوسف. الله يخليك. بس كلامي ده بقى انت هتفكري فيه ولا ايه؟ حاضر، اوعدك ان انا هفكر فيه. اقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نروح كده نلف لفه في الحسين، ايه رايك؟ واو بجد يا ريت. واو؟ طب يلا يا واو. المهم انك تحسبيها كويس علشان ما ترجعيش تندمي. اندم على ايه؟ انا خلاص كبرت ومحتاجه حته عيله عشان اعيش فيها. بس يوسف مش عايز وكمان مش هيسكت. يسكت ولا ما يسكتش هو حر. بصي بقى يا شوشو حبيبتي، انا رايي تاخدي لك منه قرشين وتخلعي احسن ما تخشي في مشاكل معاه، وبعدين بقى تشوفي لك واحد كده من طوبك تتجوزيه احسن لك. انت مش فاهمه حاجه، انا بحب يوسف ونفسي يكون لي ابن منه. ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شوشو؟ ازيك يا ايهاب؟ اتاخرت كده ليه يا ايهاب؟ اهدي بقى الاسئله اللي ما بحبش حد يسالها لي. خلاص يا سيدي ما تزعلش كده، بهزر معاك. ايه يا شوشو مالك؟ قاعده مش على بعضك ليه؟ ما انت عارف ايه اللي مفرط. طب يا شوشو ناخد راي ايهاب. ايه رايك يا ايهاب؟ انا بقول لها تاخد لها قرشين وتخلع ولا تحتفظ بقى بالجنين اللي في بطنها ده وتخش في مشاكل مع يوسف؟ هي مش قدها. مش مهم احنا نقول ايه، المهم هي رايها ايه. انا صعبان عليا اللي في بطني. وانا شوشو هقول لك ازاي نتصرف مع يوسف. براوه عليك والله يا يوسف، براوه. انت كده قطعت عرق وسيحت دم فعلا. دلوقتي ابوها بقى متاكد مين هو سيد الدقاق ويعني ايه الماليه بتاعته. والله عايز يناسبنا يا مرحب، انما لو هيتمنظر فطز فيه وفي مركزه. بس بيني وبينك يا حاج، هي البيت هي المهم، وانا حاسس ان انا رشقت في دماغها. براوه عليك. تمام، اطلع انا رايح بقى شويه. ماشي، ريح يا عم، ريح ريح وادعي لابو الافكار. كان زمانك دلوقتي متشحطط ما بين هنا وهناك. ها بعدين انا انت عشان قلت لي كلمتين خلاص يعني؟ صلى على النبي، ابوك جامد. يا جامد. ماشي يوسف. ماشي، مساء الخير. كويس انك جيت. اسمع يا عم ايهاب، انا عايزك تخلصني من الموضوع ده باي طريقه. ما انا قلت لك انها مش عايزه تقابلك يا يوسف، قالت لنهى ده اخر كلام عندي. طب اسمع يا عم ايهاب، انا هظرفها ميت باكو ميت باكو صحيحين، بس بشرط ما تاخدش الفلوس في يدها غير بعد العمليه وتبقى انت موجود. اه هي عموما بتثق في نهى اليومين دول، انا هخلي نهى تقنعها. هاخد منك الفلوس واديهم لنهى، تقول لها تدخلي اوضه العمليات تخرجي تستلمي الميت باكو وانا هبقى موجود. عد الجمايل يا عم يوسف مع الاذن. عد الجمايل يا عم يوسف، هطلعت مني ميت باكو صحيين ويقول لي عد الجمايل.